الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا هو المجلس الثالث فيما يتعلق بأحاديث الصيام من كتاب بلوغ المرام. وكنا في الحصة الماضية قد أتينا على حديثي ابن عمر وأبي هريرة اللذان يأمر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم أمته بأن صيام رمضان يثبت بأمرين اثنين، إما برؤية هلال رمضان أو بإكمال شعبان 30 يوما، وتقدم الكلام على ذلك. وقلنا بأن الرؤية بأن النبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الشهر على حصول الرؤية، هذا دليل على أن دخول الشهر لا يتأتى ولا يمكن أن يكون بالحساب. وكذلك الرؤيا قد تكون بالمنظار وغيره، فهذا داخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. قبل أن ننتقل إلى حديث ابن عمر وحديث ابن عباس، لابد من الإشارة إلى مسألتين اثنتين تتعلقان بحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، ألا وهما ما يتعلق بأهل بلد إذا رأوا الهلال، هل يلزم كل البلدان أن تصوم لرؤية ذلك البلد؟ بمعنى لو أن رجلا من المسلمين رأى الهلال في مثلا في قطر أو في السعودية أو في دول الخليج أو في باكستان وما شابه ذلك، هل يلزمنا نحن أن نصوم لرؤيتهم أو لا يلزم ذلك؟ هذه المسألة العلماء رحمهم الله تكلموا عنها قديما وحديثا، فليست وليدة الساعة. وقبل أن نبين ما يتعلق بها من حكم الله عز وجل وحكم رسوله، لابد أن نعرف مسألة ألا وهي وأن نقدم بمقدمة، ألا وهي اختلاف المطالع. نقول إن القمر له مطلع يطلع منه، وله ولادة يولد فيه، هذا نظيره الشمس. مثلا الشمس على الوقت الفلاني تطلع وتولد. الآن القمر يختلف مطلعه من مكان إلى مكان، وهذا باتفاق العلماء وباتفاق أهل الفلك، وهذا معلوم حسا وضرورة أن القمر يختلف مطلعه، بمعنى أن منطقة من المناطق قد يولد فيها القمر ومنطقة من المناطق لا يولد فيها القمر. هذا نظيره كالشمس، قلنا مثلا الشمس في منطقة طلعت وفي منطقة لم تطلع، كذلك القمر له مناطق يولد ويطلع فيه ويظهر للناس، وهناك مناطق لا يولد ولا يظهر للناس حتى اليوم الآخر والليلة المقبلة. هذا الاختلاف في طلوع القمر هذا معلوم كما تقدم حسا وضرورة، لا خلاف بين العلماء. ولكن المسألة هي هل هذا الاختلاف لأماكن ولادة القمر وطلوعه، هل نعتبره أو لا نعتبره؟ هل نعتبره بمعنى أننا نلزم كل بلد وكل قطر وكل ناحية برؤيتهم من عدم رؤيتهم؟ فإذا رأى الهلال أهل منطقة فإنه لا يلزم المنطقة الأخرى الصيام لرؤيتهم. لماذا؟ لاختلاف المطالع، فقد في هذه المنطقة ولد وفي هذه المنطقة لم يولد، هذا نعتبره؟ نعتبره. وبعض الفقهاء قالوا لا نعتبر هذا الاختلاف، بمعنى أن القمر له منطقة يولد فيها ويطلع وله منطقة لا يولد فيها ولم يطلع فيها، مع ذلك لا نعتبر، فإذا رآه أهل بلد فإنه يلزم كل البلدان الصوم لرؤية تلك المنطقة. جمهور العلماء قالوا بأن القمر إذا رآه أهل بلد فإنه يلزم كل البلدان المسلمة
أن تصوم لرؤية تلك البلدة، ولا عبرة باختلاف المطالع، ولا عبرة باختلاف المطالع. دليله هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يخاطب أهل منطقة، وإنما خاطب الأمة أجمع. قال: ما دام أنكم رأيتموه من دون، بغض النظر عن أهل بلد دون أهل بلد، ما دام أيها الأمة رأيتموه ولو في أقصى المشرق أو في أقصى المغرب، فإنه يلزمكم أن تتبعوا تلك الرؤية وأن تصوموا على اعتبار تلك الرؤية، ولا تعتبرون باختلاف المطالع. هذا قول جمهور العلماء، هذا قول جمهور العلماء. من العلماء من قال لا، قال بأن كل بلد وكل منطقة لها مطلع للقمر، لها ولادة للقمر، فلا بد أن نعتبر ونعتد بذلك. فإذا رآه أهل بلد فإنه لا يلزم غيرهم أن يصوموا وأن يعتبروا تلك الرؤيا. هذا قول الشافعي. الآن قد يقول قائل: على قول الشافعي ما هو الضابط، ما هو الضابط في من رأى القمر وطلع عنده القمر؟ ما هو الضابط في من يصوم على رؤية ذلكم ممن لا يصوم على رؤية ذلكم؟ بعض الفقهاء، بعض العلماء الفلكيين يحدد الرؤية بمسافة 2226 كيلومتر. بمعنى من رأى الهلال، من رأى الهلال في منطقة، فإنه يلزم كل من كان على مسافة 2226 أن يتبع تلك الرؤية وأن يعتد بها، سواء هذه المسافة شمالا أو جنوبا، شرقا أو غربا، كل هؤلاء لابد أن يعتدوا بتلك الرؤية. لماذا؟ لوحدة المطلع. بمعنى هذه المنطقة كلها مطلع القمر فيها واحد، فإذا رآه واحد فيهم فإنه يلزمهم أن يصوموا وأن يعتبروا، وما عداهم فإن لهم مطلع آخر ورؤية أخرى. هذا كما ذكرت هو قول الشافعي. الجمهور استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وأن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لعموم الأمة. أما الشافعي رحمه الله الذي اعتبر واعتد باختلاف المطالع وقال بأن كل بلد إذا رأوه لا يلزم غيرهم أن يصوموا لرؤيتهم، استدل بحديث كريب عند مسلم، قال أن أم الفضل، إن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى الشام إلى معاوية، لما كان معاوية أميرا وخليفة بعثته إلى الشام، قال فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان، دخل علي رمضان وأنا بالشام، قال فرأيت الهلال ليلة الجمعة فصمت، وصام الناس وصام معاوية على أساس أن يوم الجمعة هو واحد رمضان. قال فلما قضيت حاجتي دخلت إلى المدينة آخر شهر رمضان، فالتقيت بابن عباس رضي الله عنهما فذكرنا الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة. قال ابن عباس: أنت رأيته؟ قال أنا رأيته وصمت وصام الناس وصام معاوية. قال ابن عباس: ولكننا رأيناه ليلة السبت، احنا يوم السبت هو واحد رمضان كان عندنا في المدينة. فقال له ابن عباس: فإننا لا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل الثلاثين. فقال له كريب: ألا تكتفي برؤية معاوية وبصيامه وصيام الناس؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدل الشافعية أن لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته بحديث كريب، بحديث كريب وبحديث وبقول ابن عباس. الآن الظاهر من حيث الدليل هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، وهو أن لكل، أن من رأى الهلال من المسلمين فإنه يلزم كل المسلمين أن يصوموا. الآن أما حديث كريب فنقول إن ابن عباس لما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عند ابن عباس نص
صريح وخاص بعدم اعتبار اختلاف المطالع. ابن عباس عندما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أن لكل بلد رؤيته، لا، وإنما ابن عباس فهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، لا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، فهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم من هذا الاعتبار، فهم منه أننا لا نعتد برؤية غيرنا، نحن لا نزال نصوم حتى نرى الهلال أو نكمل العدة. فابن عباس عندما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس عنده نص صريح من رسول الله فيما يتعلق باختلاف المطالع واعتبارها أم لا، وإنما ابن عباس فهم من قول رسول الله صوموا لرؤيته وأفطروا رؤيته أن لكل بلد رؤيته، أن لكل بلد رؤيته، ذكر ذلك غير واحد من المحققين كابن دقيق العيد. فلهذا ليس في حديث ابن عباس دليل على أن لكل بلد رؤيته، ليس لا يفهم من هذا، لأن ابن عباس هذا القول منه إنما هو اجتهاد فهمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وليس عنده من رسول الله حديث خاص يتعلق باختلاف المطالع. فلهذا من حيث النظر صحة قول الجمهور، لكن من حيث التطبيق العملي في هذا الزمان لا يمكن القول به لما يترتب على ذلك من مفاسد، لما يترتب، والناس الآن في هذا الزمان تعملوا على أساس أن لكل بلد محدد بمثلا حدود معينة وكذا، رؤيتهم تلزم أهل تلك البلدة ولا تلزم غيرهم، وهذا هو الصحيح. يدل لذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، بمعنى أن الأضحية عيد الأضحى إنما هو يتعلق بما عليه عظم الناس وغالب الناس، صيام رمضان يتعلق بما عليه أغلب الناس، هلال شوال يتعلق بما عليه عظم الناس وأغلب الناس، فالأمر يتعلق بوحدة المسلمين، وهذا هو الصحيح. أما المسألة كما تقدم من حيث النظر أن العلماء في ذلك مختلفون، أما من حيث الواقع فهذا الذي عليه الناس يسير على الإنسان ولا يخالف ما عليه الناس حتى لا تحصل فتن وحتى لا تحصل قلاقل وبلابل. فالصحيح إن شاء الله أن يلتزم الإنسان وأن يلتزم المرء المسلم بما عليه أهل بلده، فإن هذا أدعى لوحدة المسلمين، أقول أن هذا أدعى لدرء الفتنة والقيل والقال بين المسلمين. الآن المسألة الأخرى، حكم صيام الناس أو فطرهم إذا رأوا الهلال نهارا. الآن نحن ليلة 30 مثلا من شعبان أو ليلة 30 من رمضان ترقبنا الهلال فلم نرى الهلال، صباحا شعبان في 30 كنا مفطرين، في 30 من رمضان على أساس لم نرى الهلال البارحة أصبحنا صائمين، في النهار 30 رأينا الهلال، هلال شوال ظهر لنا في نهار 30 من رمضان، هلال رمضان ظهر لنا من 30 شعبان نهارا، هل يعتد بذلك أم لا؟ نقول إن الصحيح من أقوال العلماء أن رؤية الهلال نهارا لا يعتد به، سواء رؤية قبل الزوال أم بعد الزوال، فإننا إذا رأينا هلال رمضان في 30 شعبان نهارا فإننا نكمل الفطر ولا نصوم، فإذا رأينا الهلال نهارا هلال شوال في 30 رمضان نهارا فإننا نكمل الصيام ولا نعتد بتلك الرؤية. لماذا؟ لأن الرؤية التي علق الشارع عليها دخول الشهر رمضان أو شوال هذه الرؤية هي الليلية دون النهارية،
يدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث أبي وائل قال: كنا بخانقين فأتانا كتاب عمر وفيه قوله: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان مسلمان أنهما رأياه بالأمس. كذلك ما رواه البيهقي بسند صحيح أن من حديث سالم بن عبد الله بن عمر أن ناس قال: إن ناسا رأوا الهلال الفطر نهارا، فأتم عبد الله بن عمر صيامه إلى الليل وقال: لا حتى يرى من حيث يرى بالليل. فالرؤية التي علق عليها دخول الشهر سواء كان شهر رمضان أو شهر شوال، فإن الرؤية هي الرؤية الليلية بعد غروب الشمس، لا الرؤية النهارية قلنا سواء كانت قبل الزوال أم بعد الزوال ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر وحديث ابن عباس فقال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. قبل أن نتكلم عن الحديثين فيما يتعلق بالناحية الفقهية، لابد أن نبين ما يتعلق بهذين الحديثين من ناحية الصحة والضعف. فنقول: أما حديث ابن عمر فقال المصنف: رواه أبو داود. رواه أبو داود وغيره من حديث محمد ابن مروان الدمشقي عن عبد الله بن وهب عن يحيى ابن عبد الله ابن سالم عن أبي بكر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر. ومحمد بن مروان الدمشقي تابعه كما ذكر ذلك كما عند الحاكم والبيهقي، تابعه هارون ابن سعيد الأيلي عن عبد الله بن وهب به. وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا يحيى ابن عبد الله بن سالم. هذا الرجل قال عنه الحافظ في التقريب صدوق. والرجل إذا قيل عنه صدوق فهذا يعني أن حديثه من قبيل الحسن، فهذا الحديث إن شاء الله حسن. والحديث الحسن يحتج به. الآن حديث ابن عباس، المصنف رحمه الله قال رواه الخمسة، والمصنف عندما يقول رواه الخمسة المقصود بهم الكتب الأربعة: أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد. ولكن الحديث ليس عند أحمد، الحديث ليس في مسند أحمد، وإنما رواه الأربعة. رواه الأربعة وغيرهم من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما ذكر الترمذي وأبو داود وغيرهم أن غالب من روى الحديث عن سماك بن حرب عن عكرمة رواه مرسل، بمعنى أسقط فيه الصحابي ابن عباس. ورجح كما ذكر المصنف رحمه الله، رجح النسائي وغيره أن الحديث الصحيح فيه أنه مرسل. والحديث المرسل عند المحدثين هو من قبيل الضعيف. فحديث ابن عمر حسن أقل أحواله، أما حديث ابن عباس فهو مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف كما تقدم. ابن عمر يقول: تراءى الناس الهلال. تراءى الناس بمعنى أن الناس ذهبوا وتصدوا لرؤية الهلال، يريدون ويترقبون الهلال، كل في ناحية يريد أن يرى الهلال. ابن عمر قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. المقصود بالهلال هنا هلال رمضان. ابن عمر جاء قالوا: يا رسول الله إني رأيت هلال رمضان. مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فصامه
فصام، أن الفاء التفريع، بمعنى أن صيام رسول الله كان بناء على شهادة ورؤية ابن عمر، فصام وأمر الناس بصيامه. أما حديث ابن عباس يقول أن أعرابي، والأعرابي المقصود به هو الرجل الذي يسكن البادية، جمعه أعراب، والأعرابي هو الرجل الذي يسكن البوادي، لا يسكن المداشر والقرى وإنما يسكن والمدن، وإنما يسكن في البوادي، يتنقل على حسب العشب والكلأ من هنا وهناك، يعيش في الخيام، فهذا هو المقصود بالأعرابي. أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني رأيت الهلال، إني رأيت الهلال، والمقصود به هلال رمضان، إني رأيته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأتشهد أني محمد رسول الله؟ قال الأعرابي: نعم، بمعنى أن هذا الأعرابي من المسلمين. فمباشرة قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن في الناس يا بلال أن صوموا، أن يصوموا غدا. أنا كذلك فأذن، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يؤذن في الناس وأن يصوم الناس بناء على رؤية الأعرابي، بناء على رؤية الأعرابي. لهذا نقول إن هذين الحديثان، إن هذين الحديثين يتعلقان بنصاب الشهادة في الرؤية. ما معنى هذا الكلام؟ الآن تقدم معنا أن هلال رمضان لا بد فيه من رؤية. أقل شيء، هل لا بد أن يكون الشهود الذين يشهدون على رؤية الهلال أقله اثنان أو يكفي الواحد؟ العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن الأشهر القمرية لدخولها لا بد لكل شهر من شهادة رجلين، أقل شيء لا بد من اثنين يشهدان على أنهما قد رأيا الهلال أي شهر، هذا باتفاق. إلا هلال رمضان اختلف العلماء في دخوله، هل يكفي لدخوله شهادة رجل واحد مسلم طبعا، أو لا بد أن يشهد اثنان على دخول رمضان؟ فنقول إن مالكا رحمه الله قال بأن لدخول شهر رمضان ولدخول شهر شوال لا بد من رجلين عدلين مسلمين، فلو شهد واحد لا تكفي ولا يعتد بشهادته ولا يدخل الشهر بناء على شهادته. ما هو دليل الإمام مالك؟ الإمام مالك رحمه الله استدل بما أخرجه أحمد من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب الناس يوم الشك فقال: ألا إني قد جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، ألا إنهم قد حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، وإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. شهد شاهدان مسلمان، إمام مالك وش قال؟ قال: يفهم منه لو شهد رجل واحد فلا تعتبر شهادته، وهذا الحديث ضعيف فيه الحجاج بن أرطاط. وكذلك استدل بما رواه أبو داود في سننه من حديث الحارث بن حاطب أمير مكة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد إلينا أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما، وأقره ابن عمر، والحديث صحيح وسنده متصل. فالإمام مالك بهذين الحديثين استدل على أن رؤية الواحد لا تكفي. ما هو دليله؟ المفهوم من حديث فإن شهد شاهدان مسلمان، فإن شهد شاهدان، هذا قول إمام مالك. جمهور العلماء ماذا قالوا؟ قالوا لا، قالوا هلال رمضان يكفي فيه الواحد. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ هو حديث ابن عمر الذي وردناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر وش قال؟ قال: ترى الناس الهلال، فرأيت الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صام بناء على ماذا؟ على رؤية ابن عمر، وابن عمر كان واحدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتد واعتبر شهادة الواحد. ولهذا عندنا حديثان يتعارضا، ولكن
شهادة الواحد تكفي بدلالة منطوق حديث ابن عمر، وأما شهادة الواحد لا تكفي من حديث الحارث بن حاطب بدلالة المفهوم، ودلالة المنطوق عند الأصوليين أقوى من دلالة المفهوم المقدمة. ولهذا كان الصحيح أن شهادة الرجل الواحد لدخول شهر رمضان تعتبر ويعتد ويدخل الشهر بناء عليها. لهذا قد يقول قائل: في دخول الشهر اعتبرتم شهادة الواحد، وفي خروج رمضان ودخول هلال شوال لابد من شهادة الرجلين. نقول ذلكم لأن من باب الاحتياط، فاحتطنا في دخول الشهر وأكثر من خروجه، فدخوله تكفي فيه شهادة الواحد، أما خروجه فلا بد من اثنين، فدخول النسك ليس كخروج النسك، وشهادة الواحد تكفي كما تقدم كما هو مذهب الجمهور، لابد أن يكون عدلا. أما شهادة الكافر، أما شهادة الفاسق، أما شهادة المغفل، فإنه لا يعتبر ولا يعتد بها باتفاق. الآن كاين واحد المسألة، ألا وهي: لو أن أحدا رأى الهلال، هلال رمضان، ولم يعتد بخبره، بمعنى أننا لم ندخل الشهر بناء عليه ورفضنا شهادته، إما لفسقه أو لأنه لم مثلا لم يتوفر النصاب الكامل، المهم رددنا شهادته ورآه، هل يجب عليه الصوم أم لا؟ هل يجب عليه الصوم بناء على رؤيته أم لا؟ هذه المسألة حكمها إن شاء الله نأتي عليه في الحصة المقبلة. بارك الله فيكم، ونفعنا الله بما علمنا، ويسر لنا ما لم نعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.